انا اسمي ندى وعندي 27 سنه ووزني يعني حوالي 120 كيلو. انا سمعت عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشفته في التلفزيون وناس كتير بتشكر انه يعني دكتور شاطر جدا ومحدش بصراحه اشتكى من العمليه خالص، وده اللي طمني يعني ان انا هعمل تكميم ان شاء الله النهارده. بقالي 10 سنين تقريبا وبنزل وبطلع، فالموضوع بالنسبه لي بقى ازمه يعني. فباذن الله هعمل العمليه النهارده مع دكتور كريم صبري وان شاء الله خير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري، هشرح لكم شويه حاجات عن تكميم المعده في الاوزان اللي هي مش عاليه، يعني الاوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 250، الحاجات دي احنا بنعملها دايما. لكن في فئه من الاوزان وفئه من الاعمار المفروض احنا نتكلم عليها برضو، اللي هي الاوزان اللي هي ما بين 110 120 130. الاوزان طبعا احنا يعني دي من الناس او الفئات اللي هي مصابه بالسمنه المفرطه، ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا نزول الوزن. خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجه سنيه كبيره او درجه وزن عاليه قوي عشان نعمل عمليات تحويل مسار او تكميم معده. لا، يعني طالما الوزن او كتله الجسم زاد عن 35 وابتدينا نشتكي من مضاعفات للسمنه، المفروض ان احنا ناخد خطوه فعليه لعلاج السمنه المفرطه. احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكليتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق. الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين، يمكن بنفكر بقى في تحويل مسار في الناس دول. الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود نسبة الجوع شوية، لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين. الجزء المعده اللي احنا بنشيله او بنصغر بيه حجم المعده بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي، وبالتالي بنشبع عند وجبه صغيره، ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد اجراء العمليه. يمكن المنظار بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقه طبعا عمليه تكميم المعده من العمليات السهله، ممكن احنا بنحبها كمان في السن الصغير، الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فتره كبيره بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل، وخصوصا في السن الصغير، الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بدايه العمر، ممكن كمان ده بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنه، ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او يبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العملية. وبالتالي تكميم المعدة هي من العمليات اللي هي الناجحة جدا في انقاص الوزن، والجميلة والفعالة والسهلة كمان في اقامتها، ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد اجراء العملية. هنطمنكم على الاستاذة ندى بعد العملية ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا دي عمليه تكميم معده. تكميم معده دي عمليه بسيطه بتجرى بالمنظار زي ما انتم شايفين خلال فتحات صغيره. احنا دلوقتي بنفصل الدهون عن المعده. الدهون دي طبعا بالاله اللي هي بنكوي بيها، دي طبعا الترا بايبولر، يعني اللي هي الليجاشور. طبعا في حاجات الترسون كويفز اللي هي الهارمونيك. طبعا احنا بنفصل المعده عن الدهون اللي هي محاطه بيها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، طريقه سيمبل جدا. طبعا الاجهزه دي لازم تكون متطوره شويه عشان تقلل فرصه النزيف ما بعد العمليه. بنفصل الدهون عن المعده، ويعني الدهون اللي هي ما بين المعده والقولون، الدهون ما بين المعده والطحال زي ما احنا شايفين، واي التصاقات حواليها لازم نفكها كويس، بحيث ان احنا قبه المعده نفسها ما تبقاش لسه فيها اجزاء باقيه، وبالتالي المريض بيزيد في الوزن ما بعد اجراء العمليه. بيبتدي يسال طبعا انا ما بحسش ليه، وتلاقي المعده بتاعته لسه ستيل كبيره ويعني متسابه، اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك فيه ده اسمه قبه المعده. اي التصاقات طبعا حوالين المعده بنفكها، عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب في التواء المعده زي ما احنا شايفين كده.
معده تماما متسلكه كويس قوي زي ما احنا شايفين اهو كده. انتهت مرحله التسليك، لان احنا بنوصل لعضله اللي هي بتقفل بوابه المعده السفلى السفليه اللي هي دي، بنسلك لحدها اهو زي ما احنا شايفين دي البوابه. طبعا في اثناء التدبيس لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا ما نضايقش المعده زياده عن اللزوم او نسيبها واسعه زياده عن اللزوم. طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نمسكش مساحه واسعه او ناخد مساحه اكتر من الطبيعي، بحيث المعده ما يكونش فيها اي نوع من الضيق، او وده ممكن يسبب للعيان طبعا نوع من الترجيع ما بعد العمليه او نوع من المشاكل. نطمن طبعا البوجي موجود. احنا لما بندوس الدباسه او بنضرب الدباسه بتبتدي هي بتدبس ثلاث صفوف يمين وثلاثه شمال، و في سكينه في الوسط ما بين الدبابيس زي المنظر اللي احنا شايفينه. ممكن ندخل البوجي شويه، نطمن على البوجي اختاروا ايه، او الكاليبريشن تيوب اطلع فوق. ما نسيبش جزء خلفي خلف المعده، طبعا ده يبقى بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العمليه. المعده زي ما انتم شايفين كده طالعه زي ال شيب اهو زي حرف ال. بعد كده بنجهز بقى اختبار التسريب، فاضل كده مسافه دبوس واحد وبعد كده نجهز اختبار التسريب. بعد شويه ممكن بقى نعمل اختبار تسريب. نرجع بالبوجي، هنلاحظ بقى اختبار التسريب احنا بنحط دبابيس تحت ضغط جامد، المعده دلوقتي منفوخه لدرجه كبيره تمام، عامله زي البالونه احنا قافلينها اهو، عامله زي البالونه بحيث ان هي تبقى ضغط على الدبابيس. طبعا الدباسات طالعه ستريت، مفيش دبوس يمين ودبوس شمال بحيث ان ما يحصلش فيه التواء، عامله زي الخيرايه كده زي صباع الموز زي ما احنا شايفين، حجم صغير جدا ستريت. وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف، بنعلي الضغط شويه وبناخد طبقه زياده دهون فوق المعده بحيث ان هي بقى تقلل فرصه وجود نزيف او وجود اي مضاعفات ما بعد العمليه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ندى وعندي 27 سنه، وزني كان 120 كيلو، وعملت تكميم والحمد لله يعني فقت بعد ساعتين ثلاثة كده، بس ما حسيتش بالوقت خالص. يعني أول ما دخلت عملت العملية وفقت ما حسيتش بوقت العملية ولا بأي تعب، وتمشيت بعد العملية على طول وكل شوية لازم أتمشى، والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا، يعني غير كل المخاوف اللي أنا كنت متوقعها بصراحة يعني. والدكتور كريم بصراحة دكتور محترم جدا، هو التيم بتاعه وانا بشكرهم، دكتور سمير ودكتور محمد واسراء اسيستنت بتاع الدكتور كريم، والله يعني بجد ناس ذوق جدا وناس محترمه والمكان جميل ونظيف، وانا بنصح الناس كلها انها تعمل تكميم بصراحه، يعني العمليه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتك يا ندى. والحقيقه طبعا تكميم المعده ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى اعاده للعمل او اعاده للحياه او ريهابيليتيشن ما بعد العمليه. الحقيقه طبعا السيكو اللي حاصل ان احنا ما بعد العمليه بنقدر ان احنا نتمشى بعدها بساعتين ثلاثه بتلاقينا بنتحرك بصوره طبيعيه، بيكون يعني يمكن سهل وسريع ما بعد العمليه. احنا يمكن السيكو اللي حصل ما بعد العمليه بساعتين او ثلاثه بنبتدي نتحرك بنشرب 6 ساعات. تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعيه، بنقعد يوم في البيت، ولو عايزين ننزل شغلنا ما بعد العمليه. عمليه تكميم المعده هي عمليه قائمه على ان هي بتقلل حجم المعده الى جزء يعني اقل من الطبيعي، عشان ان احنا بنبتدي نشبع بسرعه ما بنجوعش على فترات كبيره. عمليه التكميم طبعا هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. ما بعد اجراء العمليه نزول الوزن بيبقى تدريجي وصوره صحيه سليمه. ويعني طبعا هي تكميم المعده من العمليات الخفيفه يعني والقويه في انقاص الوزن. والحقيقه طبعا نزول الوزن ما بعد العمليه بيبقى نزول صحي سليم مؤكد، لانها بتخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نشبع، واثناء الوجبه الواحده يعني الشبع بيكون اقل شويه، يعني بنحاول ان احنا ناكل كميه كبيره بدون ما نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كميه كافيه. عمليه تكميم المعده بتقوم على تقليل حجم المعده الى جزء صغير بنبتدي بناكل فيه، بنشبع بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره. الحقيقه طبعا ان
كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعده بنتخلص منه، وبالتالي بنشبع بسرعه، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله.